بمناسبه انه النهارده اليوم العالمي لمكافحه عماله الاطفال، التقديرات الاوليه بتقول انه في 160 مليون طفل عامل حول العالم في انتهاك طبعا لحقوقهم الانسانيه. الحقيقه ان مصر قطعت شوط كبير جدا في مجال سن القوانين لحمايه الاطفال، لكن تظل المشكله الاكبر في التطبيق وكيفيه مواجهه تلك الظاهره. ده اللي هنناقشه دلوقتي مع النائبه رشا كوليب عضو مجلس النواب عن تنسيقيه الاحزاب والسياسيين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يا اهلا بيكي. خلينا نبدا معاكي من طلب الاحاطه اللي قدمتيه لمناقشه ظاهره عماله الاطفال. ايه الدافع وراء تقديم هذا الطلب؟ يعني احنا بنعيش بنفس الموضوع ترك الخطوره على المجتمع، وبما اننا نتكلم عن الموضوع خلينا نتكلم الاول اللي بنظر موضوع عماله الاطفال في الدستور المصري، ودي خلينا نشير للماده 80، والماده دي بتؤكد حق الطفل في الرعايه هي وتغذية. طيب هستأذنك بس يا فندم لو تغيري مكانك عشان الصوت مش واضح. تمام كده؟ اتفضلي يا فندم. وفي المادة 80 برضو بيحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للفقر. في الحقيقة أنا تقدمت الفترة اللي فاتت بطلبين، طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة في هذا الصدد. طلب الإحاطة كان في أو تحت عنوان قصور جهود مكافحة عمالة الأطفال بمحافظة البحيرة والإجابة تقديم إجراءات الحماية ليهم، لأن في الحقيقة الفترة الأخيرة محافظة البحيرة شهدت عدد حوادث، يعني ممكن نقول أكثر من 5 حوادث في أقل من شهرين لمجموعة من السيارات المحملة بأطفال بيعملوا في إتمازات. كلنا عارفين محافظه البحيره محافظه زراعيه والنشاط الرئيسي فيها هو نشاط الزراعه، فللاسف يعني حماية الاطفال منتشره في المحافظه، ومع تكرار هذه الحوادث واللي بتسفر عن اعداد من الوفيات لهؤلاء الاطفال، فطبعا كان لازم نقوم بدورنا الرقابي وتم تقديم طلب احاطه، لان برضو خلينا نقول محافظة البحيرة تحديدا احنا عندنا واقع يعني لا يمكن انكاره، ان عندنا عدد كبير من المنشآت والمؤسسات اللي بتعتمد بشكل اساسي على عائلات الاطفال، وده بدون يعني اي غطاء تأميني وبدون يعني شوف اي اجراءات حماية لوضعهم وبشروط عمل مختلفة وكارثية. طيب استاذة رشا برضو اعرض طلب عامة، لكن بقى بموجه لسيد وزير القوى العاملة ووزيرة التضامن حول جهود الحكومة للحد من حالة الأطفال في مصر بقى بشكل عام. طيب استاذه رشا، ده اللي انا عايز اتكلم مع حضرتك فيه. هل الاجراءات الحمائيه اللي بتتم من قبل وزاره التضامن والدوله المصريه، لو بنتكلم على تكفل وكرامه، مساله الاهتمام بالتعليم والتعليم الفني، كل هذه الاجراءات يعني تعمل بشكل متوازي مع القوانين لحمايه الاطفال؟ بالظبط. خلينا برضو نؤكد ان الاساس في الموضوع هو الاراده السياسيه القويه للحد من ظاهره عماله الاطفال، واللي بتحمل بطاقتها كثير من الاثار السلبيه على المجتمع وعلى الطفل نفسه. فنتكلم ان اكثر بقى اليه واكثر حمايه تم توفيرها الفتره الاخيره هي حياه كريمه. صحيح. حياه كريمه، المبادره الرئاسيه حياه كريمه لتطوير الريف المصري، هي معموله اساسا للحد من مثل هذه الظواهر وتوفير رعايه كريمه للاطفال وحمايه ليهم وحمايه للمراه المصريه. عظيم. هدير اتكلمت معاكي في نقطه مهمه جدا، وهي برامج الحمايه الاجتماعيه. السنه دي الامم المتحده حددت موضوع عام 2020 بعنوان الحمايه الاجتماعيه الشامله لانهاء عمل الاطفال، واحنا الحمد لله قطعنا شوط كبير جدا في برامج الحمايه الاجتماعيه زي ما انت كمان تفضلتي وذكرتي في معرض كلامك. دي ظاهره وانتشرت، اسباب انتشارها هو ده المهم، مساله التوعيه، ازاي نقدر نوعي الناس ودور مين كمان يقوم بعمليه التوعيه للحد من انتشار عماله الاطفال. اتكلمت عن عدد من المحاور، خلينا نقول اول محور اللي هو اسباب الظاهره، ايه اللي بيواجهنا، المعوقات اللي موجوده عشان مش قادرين. وبالمناسبه دي مش ظاهره مصريه، دي ظاهره عالميه، وزي ما حضرتك عرضت في الاول العدد المقبول في كل دول العالم من الاطفال اللي بيعملوا. طيب خلينا نتكلم في مصر بقى، احنا عندنا بعد اقتصادي متمثل في يعني النمو السكاني، وده كارثه ينتج عنه انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي، وبالتالي انخفاض مستوى المعيشه، وده بيؤدي للتسرب من التعليم، الاطفال بقى اهاليهم بيضطروا ان هم يشغلوهم عشان يواكبوا احتياجاتهم الضروريه.
في عندنا برضو بعد اجتماعي، ويمكن السيد الرئيس بيتكلم في كل مؤتمر وكل ملتقى مع الناس التفكك الاسري ومشاكل التفكك الاسري واتجاه الاطفال للعمل بغرض الهروب من المنزل، وايضا عندنا تواضع المستوى الثقافي للاسره المصريه وانخفاض المستوى التعليمي للوالدين، فبالتالي مش هينظروا او مش بيهتموا قوي بفكره تعليم الاطفال. وعندنا بعد ثالث بقى وده لازم نشتغل عليه يعني حرفيا، وهو ان صاحب العمل يعني يقدم على تسجيل الاطفال بسبب تلافي اجورهم، وده يبقى في مكسب اكثر ليه واستغلال اكثر للطفل. اتفضلي. واستغلال اكثر للطفل يعني. بالظبط. طيب عايز اتكلم مع حضرتك على مساله انه يمكن الناس بتقول هم بيشتغلوا علشان يساعدوا اهاليهم. في فرق اكيد، وفي سن يسمح بده وسن ما يسمحش بده، وفي التزام بالتعليم، ويمكن موضوع يشتغل علشان يطلع شخصيه مسؤوله، وكل هذا الكلام ليه علاقه بانه يكون بيعمل ده مثلا في الصيف، يكون بيساعد والده في ارضه. ايه السن اللي يسمح للطفل بده وايه السن اللي ما يسمحش بده؟ هو الطفل سنه من يوم، لو نتكلم عن الطفل فده من يوم ل 18 سنه. صحيح، لكن هو قبل 18 سنه اعتقد انه بقينا بنشوف حتى في المجتمعات المتقدمه انه الاطفال بتنزل يعني اعتقد بعد عمر مثلا 12 سنه او حاجه زي كده، يعني يشوف سوق العمل، ينزل يتمرن في شغل ما في الاجازه الصيفيه يعني. بالظبط، بس ده كله اليات موضوعه، ويمكن ده اللي احنا بنناقشه الفتره اللي جايه. خلينا برضو نقول بقى مصر عملت ايه فيما يخص مجال القوانين سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي، لان مصر في الحقيقه التزمت بمكافحه عمل الاطفال فصدقت على العديد من الاتفاقيات الدوليه. يعني احنا مصدقين على اتفاقيه حقوق الطفل 1989، ومصدقين اصلا على اتفاقيه منظمه العمل الدوليه رقم 168 لسنه 1973، وايضا نفس الاتفاقيه سنه 180 لسنه 1989، وده بالاضافه بقى لقانون الطفل المصري هو قانون على ما اذكر رقم 12 لسنه 96، وايضا قانون العمل المصري رقم 12 لسنه 2003. عظيم جدا. ده على مستوى التشريعات. كنت عايز اعرف منك كمان، هل في عقوبات على اصحاب العمل؟ لو شفنا مثلا حد عنده مصنع او عنده ورشه ومشغل عنده أطفال تحت السن القانوني، هل في عقوبات بتفرض عليه؟ وكمان هل في عقوبات على أهاليهم؟ هو موجود، العقوبات موجودة، لكن للأسف إحنا عندنا مشكلة في تنفيذ مثل هذه العقوبات. وخلينا نقول إن بيبقى في أوقات التفاف على القانون، صاحب العمل بيحمي نفسه، أوراقه مظبوطة، صعب قوي حضرتك تمسك عليه أي أخطاء. وهنرجع في النقطه دي للاستاذه هدير، ان احنا مش محتاجين منع فعلا عمليه عمل الاطفال، لان هو مش هنقدر نمنعها. خلينا نتكلم بمنتهى الواقعيه، مش هنقدر نمنعها، لكن ممكن ندخل ضوابط وقوانين التدريب والتاهيل ولسوق العمل، يعني تبقى مرحله لاحقه للالتحاق الكامل بسوق العمل، ويكون في بيئه مناسبه، نوفر ليه تامينات مناسبه، نوفر ليه وسائل عقل مناسبه، حماية فنية. هو ده اللي ممكن نقدر نشتغل عليه الفترة اللي جاية. كمان احنا عايزين بقى ندخل معاك ومنظمات المجتمع المدني بشكل كبير جدا الفترة دي للقصص دي لظاهرة حماية الأطفال، لأن الحقيقة الحكومة مش هتقدر تعمل كل حاجة. صحيح. احنا محتاجين المجتمع المدني ودوره القوي، بالذات إن احنا في عام المجتمع المدني كما أطلق السيد الرئيس. للأسف هذه الظاهرة بتزيد كمان من نسبة السكان، يعني شخص مثلا يكون عنده طفل تحت السن القانوني فيوديه في مكان يشتغل فيرجع له بدخل في اخر اليوم، فيبتدي يفكر انه يخلف تاني وتالت ورابع عشان ما هو مصدر دخل، فللاسف ده بيساعد في زياده سكانيه كمان. بالظبط. يعني هنا بقى نتكلم عن يعني اثار اماله الاطفال. احنا عندنا يعني مجموعه من الاثار، عندنا الاثار الصحيه، الاطفال اللي موجوده دي في بيئه العمل دي هم مش مدركين هم بيعملوا ايه او حقوقهم ايه او يقدروا يتصرفوا في المواقف الخاصه ازاي، فالاطفال دي قد تتعرض للاعتداءات الجسديه والجنسيه. ده فضلا بقى ان هو يعني الاسلوب الاساسي في الارهاب هو بيبقى عقاب البدني الضرب، بقى الى جانب اكمال تامين احتياجاتهم الصحيه.
عندنا برضو يعني في اثار نفسيه. السن ده الطفل المفروض يكون بيلعب ويستمتع مع افراد عائلته بشكل طبيعي. لما يلاقي نفسه في الشغل وفي في العمر ده وبيمارس عليه ضغوط العمل اللي كلنا ككبار بنتعرض لها بيتضغط بدري قوي. بالظبط. فهو بقى بيتعرض بقى للاكتئاب وامراض نفسيه، وده بيأثر اصلا على تكوين شخصيته وبنائها، وايضا بيبقى فيه بقى ضعف في التواصل الاجتماعي مع الاخرين. خلينا برضو نتكلم عن الاطفال فيما يخص بقى الجانب التعليمي، بس هيأثر طبعا على اندماج الطفل بالبيئه التعليميه اللي هي مدرسته، وهيؤدي الى حرمانه في حقه اللي كفله ليه خصوص في التعليم. ولو اتكلمنا برضو استاذ هدير واستاذ محمد على الاثار الاقتصاديه، فده يعني هيظهر بقى على المدى الطويل على المجتمع، لان في دراسات كتير قوي بتؤكد ان المجتمعات اللي بترتفع فيها نسبه او نسب عماله الاطفال بتعاني من فقد التوازن المجتمعي، لان الطفل اللي هو شغال دلوقتي مثلا وهو عنده 15 سنه كطفل غير متعادل متسرب من التعليم، هيكبر هيبقى عندي مجموعه من العمال غير متعلمين، ده هيأثر على تدني مستوى الانتاج، هيأثر على وجود جوده السلع المنتجه، وبالتالي هيبقى عندي مشكله كده هنحس بيها بعدين. طيب هل الضبطيه القضائيه ليها وجود هنا في مساله يعني تجريم عماله الاطفال وحساب من لم يتبع القانون؟ قولا واحدا هي موجوده ولكنها غير مفعله. قولا واحدا احنا محتاجين يعني مجموعه من الاجراءات بقى عشان نتكلم على اسس صحيحه. احنا اول حاجه احنا محتاجين تحديث البنات المتعلقه بعماله الاطفال في مصر عشان نقدر نعمل دراسات اكثر واقعيه نشوف البؤر او المخططات اللي فيها عماله الاطفال اكثر. احنا عندنا اخر مشهد قومي خاص بعمل الاطفال كان في 2010، دي مشكله كبيره جدا ان احنا ما عندناش المعلومه اللي نقدر نشتغل عليها. الحاجة الثانية برضو احنا عندنا فئة مهمة جدا موجودة بتشتغل في العمل المنزلي، محدش يعرف عنهم أي حاجة خالص، مجموعة من الأطفال محدش يعرف عنهم أي حاجة خالص، مفيش أي نظام رقابة أو إشراف لمثل هذا النمط من العمل، فاحنا محتاجين نركز عليه ومحتاجين نعمل قاعدة بيانات بأعداد الأطفال اللي عاملين في مجال العمل المنزلي. ايضا يعني الدوله قطعت شوط كبير جدا، ومن اعظم مقامات به الدوله المصريه هو المبادره الرئاسيه حياه كريمه. صحيح. بسبب يعني تعدد محاورها وتدخلاتها الاجتماعيه، اول مبادره يعني تعني الانسان المصري وتعزيز كرامه الانسان المصري. احنا محتاجين نعمل اكثر من خلال توسيع بقى مصادر الحمايه الاجتماعيه عشان نضمن عدم لجوء الاسره محدوده الدخل العمل انها تشغل اطفالها بالظبط واستخدامهم كمصدر للدخل. ايضا مهم جدا 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 ادماج منظمات المجتمع المدني بشكل اكبر في زي ما قلت عمليه الاقتصاد دي لعماله الاطفال. صحيح، لان المجتمع المدني شريك اساسي في حل المشكلات يعني. بالظبط، وشريك اساسي في عمليه صحيح المشكله دي. وبقى يعني لو هنتكلم ويمكن حضرتك كمان يا استاذه رشا كنت بتشيري لمساله المعلومات، يمكن اكثر من يمتلك المعلومات هم هؤلاء المؤسسات اللي كانوا شغالين على ارض الواقع، لكن يبقى التنسيق ما بينهم. جدا اتفق مع حضرتك جدا في النقطه دي، الناس دي عندها بيانات حقيقيه واقعي على الارض، عندها حاجات اصلا بتتعامل معاها وشغاله عليها. يمكن احنا عندنا برضه منظمه من المنظمات الدوليه اللي منظمات المجتمع الدولية اللي في مصر اليونيسيف، وهي اصلا معنيه بالاطفال، وفي الحقيقه ناس محترمه جدا هم عاملين شغل كويس جدا هذا المجال. برضه استاذه هدير في نقطه مهمه جدا، احنا عندنا بقى ايه الحل للاطفال اللي هم موجودين دلوقتي وهم تسربوا من التعليم وما خدوش حظ من، فانا بقترح او نشتغل ان شاء الله الفتره اللي جايه على احنا نوفر لهم مراكز تقنيه تبقى بديله ليهم وتساهم حتى معهم شهاده سياسه القراءه او ما الى ذلك. عظيم، ما ينفعش نكون بنتكلم عن مستقبل الاطفال واحنا عارفين ان هذه الظاهره بتضر طبعا بمستقبل الاطفال ومستقبل الدول بشكل عام، لان فيها انتهاك كبير لحقوقهم، وما نتكلمش عن دور المركز القومي للطفوله والامومه لانه بالتاكيد عليه دور كبير جدا خلال الفتره اللي جايه. طبعا طبعا
متفق مع حضرتك جدا، وفي الحقيقه يعني شغالين على ملفات الا برضه ما زال ينقصنا فكره بيانات المعلومات. مش بس المركز القومي للطفوله والاخوه هو المعني بيها، لا كل الجهات ومؤسسات الدوله احنا عندنا جهات كثيره قوي معنيه بالملف ده، ملف الاطفال وماله الاطفال، عندنا وزارات، عندنا مؤسسات مجتمع مدني، الكنيسة النيابية بغرفتيها النواب والشيوخ. فلا تكين تضافر لكل الجهود من اجل الحد من هذه الضغائط. كل الشكر ليك يا فندم، شرفتينا ونورتينا. النائبه رشا كوليب عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا.